لحسن الحظ، جرى تضمين العديد من الصيغ الرياضية مسبقاً في جداول البيانات. سنبين لكم في هذا الدرس كيفية تنفيذ الحسابات بسرعة مثل إيجاد القيمة الدنيا أو القيمة العليا أو الوسيط لاستخدام هذه الصيغ المضمنة. يمكنكم إيجادها في قائمة الصيغ في جوجل شيت. لنستخدم صيغة المتوسط لإيجاد متوسط الأعمار المتوقع للذكور وللإناث. أولاً، لنقوم بإنشاء عمود جديد لنسميه متوسط الأعمار المتوقع من الولادة مجموع. للبدء بالصيغة لننقر على خليتنا الأولى ونكتب يساوي. ابدأ بكتابة average ضمن الخلية. سوف ترون ستحصلون على بعض المساعدة. تختص الصيغ بأسماء مثل count, sum, average إلى آخره، وكذلك المتحولات القيم المتغيرة. كل المتحولات تكتب ضمن قوسين. انظر إلى المساعدة ضمن جدول البيانات لتعرف كيف يعمل كل متحول مع الصيغ. في هذه الحالة نرى أن صيغة المتوسط average تحتاج إلى وضع الأرقام التي سنحسب متوسطها بين قوسين. الآن يمكننا إغلاق الأقواس والضغط على زر Enter لإنهاء الصيغة. سوف ترون أنها أوجدت الآن متوسط هاتين القيمتين. كما في الأمثلة السابقة، يمكننا تكرار هذه الصيغة ببساطة عن طريق النقر والسحب لتكرارها للأسفل في جدول البيانات الخاص بنا. ماذا لو أردنا معرفة ما هي القيمة العليا لمتوسط الأعمار المتوقع؟ لنقم بإنشاء عمود جديد نسميه القيمة العليا لمتوسط الأعمار المتوقع. أنقر على الخلية في الأعلى، ثم أنقر على زر الوظائف واختر ماكس. سوف ترون أنه يطلب منا أن نحدد القيم التي نريد حساب القيمة العليا لها. في حالتنا هو عمود متوسط الأعمار المتوقع من الولادة مجموع. بعد أن قمنا بتحديد الخلايا التي نريد أن نستخدمها، نضغط على Enter لإنهاء الصيغة. سوف ترون الآن كيف ستظهر لنا القيمة العليا من بين الخلايا التي حددناها. يمكنكم تطبيق هذا لاحتساب القيمة الدنيا لمتوسط الأعمار المتوقع. هناك العديد من الصيغ المضمنة في جداول البيانات، ويمكنك استخدامها بنفس الطريقة. سوف نزودكم أدناه بقائمة صيغ جداول البيانات. يمكنكم استخدامها كمرجع.